دلوقتي هناخدكم بقى في جولة كده في متحف الفن الإسلامي، فقرة مهمة جدا عملتها زميلتنا جيرمين إبراهيم. هنروح نتابع هذه الفقرة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. صباح الخير عليكم في كل مكان، موجودين معاكم النهارده في واحد من اكبر المتاحف المتخصصه في الفن الاسلامي في العالم، واللي بيضم اكتر من 100,000 قطعه اثريه نادره ومتنوعه بتشمل جميع فروع الفن الاسلامي على مر العصور، وده اللي خلاه مناره رائعه للفن والحضاره الاسلاميه. جولتنا النهارده في متحف الفن الاسلامي. متحف الفن الإسلامي بيعتبر قبلة لكل المهتمين بشؤون الآثار والتاريخ باعتباره مرآة عاكسة للحضارة الإسلامية العظيمة بمقتنياته اللي بتغطي تقريبا 12 قرن هجري. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا أستاذة رشا جمال، مدير القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي. برحب بك. يعني في البداية لو نتكلم عن تاريخ إنشاء المتحف، وهل كان بيحمل من البداية اسم متحف الفن الإسلامي؟ متحف فن الإسلامي الفكرة بدأت في عهد الخديوي إسماعيل، ولكنها تنفذت في عهد الخديوي توفيق سنة 1880، وبدأت في صحن مسجد الحاكم بأمر الله الموجود حاليا في شارع المعز. بدأت في صحن الجامع بتجميع مجموعة من الآثار، وكان أغلبها من الأحجار، الآثار الإسلامية أغلبها من الأحجار. وعلى مدار الزمن القطع دي بدأت تتوسع وتكبر جدا، فما كانش يعني بتكبر على المساحة بتاعت الصحن، فاضطروا يعملوا لها مبنى صغير كده داخل المسجد، داخل الصحن بتاع المسجد عشان يتحط فيه القطع دي، وسمي وقتها كان اسمه المتحف العربي. بعد كده فعلا المساحه ما بقتش كافيه، القطع اللي بدات تتزايد، فتم انشاء المبنى اللي حضرتك متواجده فيه حاليا، وافتتح في 28 ديسمبر سنه 1903 على يد عباس حلمي الثاني. والحقيقه هو موقع متميز جدا، شارع بورسعيد، هو بيربط بين القاهره المعزيه والقاهره الخديويه الحديثه، فدي كانت بانوراما اثريه كامله. ده كان بدايه اللي هو، وبرده ظل يحمل اسم دار الاثار العربيه لما انتقلت القطع الى هذا المبنى، وكان وقتها تقريبا عدد القطع ما يقرب من 3000 وعشرات القطع الاخرى يعني. وطبعا القطع دي بدات تتزايد لغايه احنا دلوقتي وصلنا لما يربو من 100,000 قطعه اثريه. متحف الفن الاسلامي يعتبر من اكبر المتاحف للفنون الاسلاميه على مستوى العالم، حاويات الحضاره الاسلاميه فعلا. زي ما حضرتك ذكرتي قبلة لكل الباحثين في شؤون الآثار الإسلامية وما إلى ذلك. والحقيقة المتحف اتعرض لمراحل تطوير كتيرة جدا، كان منها كان سنة 1983 ل 84، السنة دي حصل فيها بعض التوسعات، ضاف فيها قاعة النسيج وقاعة السجاد، وفي نفس الوقت برضو ضموا الجزء الجنوبي في المتحف، كان عبارة عن تقريبا محطة بنزين، فبقت مكانها دلوقتي الحديقة المتحفية، وهي عبارة برضو عن عرض متحفي مفتوح للآثار من الأحجار. لو احنا بنتكلم عن تاريخ إنشاء المتحف وكمان مراحل تطويره، كان يمكن في تاريخ حاسم للمتحف في 2014، عايزين نعرف ايه اللي حصل في التاريخ ده وازاي تم التعامل مع الأضرار اللي أصابت المتحف. الحقيقة هو اللي حصل ان كان حصل تفجير ضخم جدا، ما كانش المقصود بيه وقت كده وقت المتحف، كان مقصود بيه مديريه امن القاهره اللي هي مقابله تماما للمدخل الرئيسي للمتحف. الساعه 6:30 الصبح عربيه فيها متفجرات، طبعا التفجير كان عالي جدا جدا، اصاب الواجهه الرئيسيه كامله في المتحف، واصاب يعني قطع كتير جدا جدا من المتحف اصبحت تحت الركام. والحقيقه يعني يقدر الاشاره في الموقف ده الى الدور البطولي اللي قام بيه امناء المتحف واداره المتحف في النهايه، تجمع كل القطع دي وطلعها لمبنى الترميم او اداره الترميم، اللي فعلا هي كمان قامت بدور يعني ضخم جدا في النهايه ترمم القطع دي وتعمل لها استكمال وتعرضها تاني وتهتم بيها وتعرضها تاني. والحقيقه نفتخر ان كل ده كان بمجهود مصر 100%. لحد ما تم اعاده افتتاحه امتى؟ افتتاح كان 2015 على يد يعني شخصيات عامه والسيد الرئيس، وافتتح المتحف وافتتح للزياره،
ووقتها يعني المتحف دلوقتي بعد السنر العرضي الاخير بينقسم لجناحين، جناح شرقي وجناح غربي باجمالي 25 قاعه اثريه. وده اللي هتكلم معاكي فيه، لانه مهم كمان نعرف بقى بعد التطوير والسنين اللي مرت على المتحف وصلنا للشكل الحالي والوضع الحالي اللي موجودين فيه. عايزين نعرف تقسيمات المتحف وكمان اقدم القطع الاثريه اللي موجوده، لان زي ما قلت احنا بنتكلم انه في قطع بتغطي تقريبا 12 قرن هجري. ده حقيقي فعلا. بصي حضرتك، هو المتحف كامل باجمالي 25 قاعه متقسم لجناحين، جناح شرقي وجناح غربي. الجناح الشرقي بيعتمد في سيناريو العرض على تسلسل العصور التاريخيه ابتداء من الاموي انتهاء بالعثماني. تم اضافه فاترينا لاسره محمد علي بعد التعديل او بعد التطوير الاخير اللي هو حصل في 2014، ودي هتلاقي حضرتك في مقدمه الباب الرئيسي على طول. وبعد كده الجناح الغربي بيعتمد على الموضوعات زي موضوع الطب، موضوع العلوم، موضوع الكتابات، موضوع السجاد وهكذا. الحقيقه المتحف بيقتني برضو اقدم قطعه اثريه مؤرخه في التاريخ في الاثار الاسلاميه بمصر، وعباره عن شاهد قبر حجري موجود في قاعه الكتابات، بيرجع ل 31 هجريه، القرن الاول الهجري في عهد عثمان بن عفان. والحقيقه هو مش بس اقدم قطعه مؤرخه، ولكنه كمان يعتبر بيشهد اول مراحل لكتابه الخط العربي. شاهد القبر مخطوط او منقوش بالخط الكوفي البدائي، ويحتوي على اسم المتوفي والدعاء له، وذكر ان هو كان في عهد عثمان بن عفان. ازاي قاعات المتحف بتعبر عن الفن الاسلامي؟ ايه انواع الفنون اللي موجوده وكمان نماذج للقطع الاثريه اللي موجوده؟ الحقيقه الفن الاسلامي فن ثري، فن يعني من الحياه وللحياه، والى الان يعني الفنانين او الحرفيين اللي هم يعني متوارثين الحرفه او المهنه، ايا كانت حرفه النسيج، حرفه المعادن، ابا عن جد بييجوا المتحف علشان يعني يعملوا مستنسخات طبق الاصل من الموجود في المتحف، لان هي تعتبر يعني هي الايقونه وهي الايدول بالنسبه لهم. فاحنا عندنا يعني المواد الخام مختلفه، عندنا خزف، عندنا نسيج، عندنا الحقيقه الفن الاسلامي يعني موجود على كل المواد الخام، خشب، نسيج، خزف، احجار، كل ما استخدم في الحياه اليوميه او في الحياه الدينيه او في اي موضع حياه. ايه نماذج القطع اللي موجوده اللي بتعكس سواء الخزف سواء الزجاج؟ ايه النماذج اللي موجوده في المتحف؟ عندنا مشكوات زجاجيه، ودي مجموعه ثريه جدا جدا وقيمه جدا، من جات لنا من مجموعه السلطان حسن. الحقيقه المجموعه دي يعني من الزجاج. المشكاه عباره عن وسيله اناره او وسيله الاناره الرئيسيه في المساجد، وكانت دايما بيبقى منقوش عليها اللي هي آية النور، وبيبقى عليها مثلا في مشكوات بيبقى عليها الرنك بتاع السلطان المملوك، بيبقى عليها رسومات او نقوش او ما الى ذلك، وكلها لازم يبقى عليها خط عربي. عندنا مجموعه كبيره جدا من الخزف الفاطمي، والخزف الفاطمي له قصه كبيره. يعني الخزف الفاطمي لو حضرتك بصيتي على الفاترين هتلاقي ان الخزف فيه لمعه كده بسيطه، اللمعه دي او لمعه مذهبه. طبعا الاسلام حرم الاكل في اطباق الفضه واطباق الذهب، علشان كان الخلافه الفاطميه قايمه اساسا على اساس ديني، فكانوا بيبتدوا يبعدوا عن المحرمات عشان يكسبوا ثقة الشعب. وفي نفس الوقت هم عملوا حاجة، الخزف ذو البريق المعدني، هو حضرتك تشوفيه تحس ان هو مطلب مية الذهب، وهو كلها اكاسيد عشان يدوله بهاء ويدوله فخامة وقبها، لان هم نفسهم الخلفاء الفاطميين كانوا لبسهم وجواهرهم وعمائمهم كلها مزينة ومزخرفة، عشان يطلعوا على الشعب لما يقولوا حاجة يبقى من مقام عالي او من باب القبها، فكان بيبهروهم بحاجة زي دي. من القاعات المهمة اللي موجودة في المتحف هو القاعة الرئيسية، خصوصا ان هي بتحمل رسالة المتحف. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن القاعة وابرز المقتنيات اللي موجودة فيها. هي القاعة الرئيسية الحقيقة هي مش واخدة رقم، هي قاعة زيرو، لان هي فعلا بتحمل رسالة المتحف. هي يعني مقابلة مباشرة للباب الرئيسي، هي بتحمل رسالة المتحف او بتحمل رسالة الحضارة الاسلامية او عوامل قيام الحضارة الاسلامية اللي هي المصحف الشريف. في القاعة الرئيسية أول قطعة حضرتك بتقابليها هي المصحف الشريف، مصحف من العصر الأموي مكتوب على رق الغزال. بعد كده برضو من العوامل الرئيسية المهمة اللي قام عليها الحضارة الإسلامية الخط العربي، وإلى الآن الخط العربي بدرس فيه دول وجامعات أوروبية
وهو فعلا خط جمالي وخط تشكيلي. في مشكاه برضو من مجموعه السلطان حسن يعني مزخرفه ومزينه بالخط العربي. في باب من الخشب كان منقول من مسجد السيده زينب، والباب ده الحقيقه له قصه كبيره جدا. هو اكبر باب في العالم مصفح بنسبه فضه، وهو اللي صانعه صانع يهودي، والمقبض بتاع الباب محفور عليه اسم الصانع يهودا اصلان. وان دل على شيء يدل على ان الحضاره الاسلاميه او الدين الاسلامي هضم كل الاديان وتعامل معاها معامله السواء، ما كانش فيه عنصريه ولا تميز. في عندنا مفتاح الكعبه، هو للاسف مش موجود دلوقتي لان هو في معرض خارجي، وده الحقيقه من اقدم مفاتيح الكعبه ويرجع للسلطان شعبان. كان في البوصله برده، بوصله من اللاكي او من الخشب المدهون باللاكي، ودي كانت مرسوم عليها او منقوش عليها الحرم المكي. وعندنا كمان طبق وطاست من العصر القاجاري، وده اسهامات غير العرب في الاسلام، لان الحضاره الاسلاميه ما اتبنتش على العرب بس، لان دخل فيها العجم والعرب والروم، فبقت عباره عن حضاره متنوعه بثقافات مختلفه. بنتكلم عن اكتر من 100,000 قطعه اثريه، مهم نعرف كمان ايه مصادر القطع دي والبلاد اللي جت منها. لا، الحقيقه متحف فن اسلامي هو فعلا متحف فن اسلامي عالمي، لان اللي موجود من الاندلس ومن الهند ومن الصين. اي مكان او اي بقعه غزاها الاسلام او فتحها الاسلام وانتشر فيها وبدات تاخد روح من الفن الاسلامي، هي موجود منها قطع فن في متحف فن اسلامي. لو حضرتك بتسالي على مصادر المقتنيات او مصادر الاعداد المقتنيات، هي الحقيقه موجوده من الهدايا والتبادل، ومن اللقى الاثريه اللي بنجيبها من البيوت السكنيه، من الحفاير، من المضبوطات والاحراز، في مصادر كتير جداً. يعني جزء مهم بينظمه المتحف هو جزء الأنشطة والخدمات اللي بتقدم للجمهور، واللي يمكن عرفت من حضرتك أنه جزء كبير منها بيكون بشكل مجاني. مهم نعرف الناس عن أبرز الأنشطة دي. هو الحقيقة يعني علوم المتاحف حديثاً، وحتى اليونسكو عرف المتاحف على أنها مؤسسة تعليمية تثقيفية خدمية مجتمعية من المقام الأول. متحف الإسلامي بيقدم مجموعة كبيرة جداً من الأنشطة والخدمات مجانية بالكامل للجمهور، وبيستهدف فئات كتيرة جداً، المرأة، الشباب، الأطفال، وكلها من خلال أقسام في الهيكلة الداخلية. عندنا القسم التعليمي، عندنا قسم المعارض، عندنا قسم التدريب والنشر العلمي، عندنا قسم الأرشفة، عندنا أقسام كتير بتستهدف الجمهور وبتتفاعل معاه بشكل مباشر. احنا الحقيقة دايماً بنعمل تزامناً مع الأحداث الجارية، بنعمل فعاليات بيشترك فيها مجموعة من الأقسام، وكلها بتبقى للجمهور، مفتوحة للجمهور. آخر حاجة الحقيقة كانت بمناسبة رمضان، كان في احتفالية كبيرة يوم الأربعاء الماضي، كان فيها معرض مؤقت، كان فيها معرض فني ضم حرف تراثية ويدوية لكل الحرفيين اللي بيشتغلوا حاجات مرتبطة برمضان، خيامية، مكرمية، صناعة الفوانيس، كل ده، وكان في إقبال كويس جدا عليه من قبل الجمهور. وكان عندنا محاضرات عن الفلك، وكان عندنا رصد فلكي مساء في حفلة موسيقية برضو عشان خاطر نربط ده برصد الهلال وما إلى ذلك. زي ما قلت يمكن بالتزامن مع شهر رمضان الكريم تم تنظيم متحف مؤقت بيحمل عدد معرض مؤقت فيه عدد من القطع الأثرية المرتبطة بشهر رمضان. عايزين نعرف طبيعة المعرض وكمان أبرز القطع الموجودة. اوكي، هو كان معرض تحت مسمى الهلال المصطفى، فعلا هو كله مرتبط بشهر رمضان الكريم، ومعروض دلوقتي في قاعه العرض المؤقت واحد. هو الحقيقه في حوالي يعني ما يزيد عن 30 قطعه، ابرزهم الحقيقه المدفع، وكلنا عارفين المدفع بالنسبه لرمضان ايه. معروض فيه مدفع من العصر العثماني، معروض فيه برضو مجموعه من الاطباق الخزفيه اللي كلنا كنا عارفين اساسها او ربطها بالموائد الرمضانيه اللي بدات في عهد احمد بن طولون، لما كان بيمتد من القصر لجامع الاصمطه اللي هي الموائد الرمضانيه، ولما جمع الحاشيه وكبار التجار وعمل لهم مائده رمضان وقال لهم ما اجمعكم في هذا اليوم الا لاعلمكم طريق البر الى الناس، ومن هنا بدات فكرة الموائد الرمضانية. فاحنا رابطين الأطباق الخزفية اللي كان بيقدم فيها الطعام بهذه الفكرة. معروض برضو صور من بعض المعارك اللي تمت في شهر رمضان الكريم. يعني أخيرا لو نعرف المشاهدين بمواعيد زيارة المتحف، إزاي يقدروا يزوروه، وكمان مواعيد الزيارة وسعر التذكرة. الحقيقة المتحف مفتوح من الساعة 9 صباحا للساعة 5 مساء يوميا، مفيش أجازات، تمام. وبيرحب بأي جمهور، تشرفونا وتنورونا في أي وقت. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا. شكرا لحضرتك، ميرسي، نورتينا.
نشكر الزميلة جيرمين إبراهيم على هذا اللقاء. طبعا الشكر موصول كمان لضيفتها الكريمة.